مرحبا، أنا لين الحلواني ورح أكون معكم بفقرة حكيتك خلال هذا الموسم من كرفان. بهاي الفقرة رح نقدم لكم آخر أخبار التكنولوجيا بكل محاورها. رح نبدأ معكم بتكنولوجيا السيارات، وأولها إعلان لشركة أودي عن تكنولوجيا جديدة رح تفعلها في بعض الموديلات من سياراتها الجديدة. التقنية الجديدة هي عبارة عن وسيلة تواصل ما بين السيارة وإشارات المرور. هاي التكنولوجيا رح تنبه السائق لما الإشارة تصير خضراء، تعطي على التنازلي قبل الإشارة ما تفتح، ورح تنبهك لما الإشارة تكون قربت تسكر، وكمان رح تعطي السائق معلومات إذا كان رح يلحق الإشارة قبل ما تسكر ولا لا. الشركة صرحت إنه الهدف من التكنولوجيا هو تأمين قيادة أفضل، أريح وآمنة أكثر. التكنولوجيا الجديدة رح تصدر في الدفعة الجديدة من سيارات أودي موديل A4 ودفعة السنة الجاي من سياراتها Q7. إعلان شركة فورد إنها خلال 5 سنين رح توفر سيارة بقيادة ذاتية. السيارات اللي بلا سائق متواجدة حالياً، وأشهرها سيارة جوجل الكهربائية، لكن هاي السيارات هي لأهداف أعمال وأهداف صناعية فقط. لكن اللي فورد عم تهدف لإله هو وجود سيارة بقيادة ذاتية وبدون سائق للمستهلك، بحيث إنه تكون موجود داخل السيارة وإلك السيطرة على القيادة، لكن لو تعبت السيارة ممكن تكمل السواقة عنك. كل المطلوب منك إنك تكون صاحي. فورد حالياً عندها 10 سيارات بقيادة ذاتية وعم بيجربوها ب4 ولايات مختلفة. الشركة متوقعة إنه يكون عندها 90 سيارة سنة 2018، وإنها تبدأ صنع السيارات اللي بلا سائق للبيع والأسواق سنة 2021. والهدف الأول هو السلامة العامة طبعاً. كمان بعالم الأجهزة، أعلنت شركة أبل احتمالية إطلاق الآيفون 7 خلال شهر 9، واعتمدت شركة أبل كالعادة على مواقع أخبار التكنولوجيا الموثوق فيها والتسريبات في الدعاية. مواقع التكنولوجيا حاولت تصدر أكبر عدد من المعلومات المؤكدة عن الجهاز الجديد، ومنها إنه الموبايل الجديد رح يلغي مكان الهاتفونز، ورح يتوفر سبيكر بسماعتين اللي رح يخليه أول تليفون ستيريو، بالإضافة لزيادة عمر البطارية. لكن أهم تسريب من أخبار الآيفون 7 هو إنه شركة أبل رح تحاول تصدر نسخة مضادة للمي، ومعناها إنه الآيفون 7 رح يكون قادر على تحمل الضغط والتصوير تحت المي. أما المنافس الأول لشركة أبل سامسونج، فهم كمان على وشك إصدار هاتفهم الذكي الجديد سامسونج جالكسي نوت 7، لكن سامسونج ما اعتمدت على التسريبات في دعايتها زي أبل. سامسونج أعلنوا عن كل ما يميز الجهاز الجديد، ومن أهم هاي المزايا بالسامسونج جالكسي نوت 7 إنه ممكن هلأ تسكر تليفونك وما يفتح لا برقم سري ولا بصمة الأصبع، لأنه سامسونج طوروا في جهازهم الجديد طريقة جديدة لفتح التليفون وهي بصمة العين. من المزايا الجديدة لسامسونج هي زيادة عمر البطارية وتوفير بطارية أكبر، بالإضافة لأنه مضاد للمي. والميزة اللي أبل ما قدرت إنها تتفوق عليها لهلأ وهي موجود ميموري كارد لزيادة الذاكرة لو حبيته. وفي عالم التطبيقات، أصدرت شركة جوجل تطبيق جديد باسم جوجل دوو لمكالمات الفيديو، ومع وجود كثير من تطبيقات المكالمات ومكالمات الفيديو، إلا أنه جوجل أكدت أنه جوجل دوو بيتميز عن التطبيقات الأخرى لأنه بيتأقلم بشكل سريع مع سرعة الإنترنت المتواجدة عندك، يعني ما في تقطيع في المكالمات. الشركة كمان بتقول أنه لو تحولت شبكتك من 3G للواي فاي المكالمة ما بتتقطع وبتستمر مع تغيير جودة الصورة فقط. غير هيك انت راح تشوف الشخص اللي عم بيتصل فيك بالفيديو قبل ما ترد. غير هيك بيتميز التطبيق انه الرن بيستمر لمدة دقيقة كاملة قبل ما تفصل المكالمة، علما بانه التطبيقات الثانية ما بيزيد الرنين فيها عن 30 ثانية. واخيرا وليس اخرا، مستخدمين تطبيق جوجل دوو مش مضطرين انهم يعملوا حساب لاستخدام التطبيق، رقم تليفونك ببساطة كافي. ومننتقل للأخبار السريعة لليوم. أول خبر معانا عن أبل. قبل شهر وصلت مبيعاتها ل 988 مليون تليفون من يوم إصدارها أول آيفون بال 2007، يعني كمان أكم من شهر ومش بعيد هلأ أبل رح تكون باعت 1 مليار تليفون من يوم ما بدأوا بهالمشوار. على الجانب الثاني، أعلنت شركة بلاك بيري إنها لازم تبيع 5 مليون نسخة من تليفونها الجديد دي تك 50، وإلا رح يضطروا إنهم يلغوا خط الإنتاج للهواتف
الذكية ويستمروا في تصنيع البرامج الأمنية للتليفونات فقط. الخبر الكويس لشركة بلاك بيري إنهم تصنفوا كأأمن تليفون في العالم من ناحية تأمين خصوصياتك والمعلومات الخاصة فيك على التليفون، وعشان هيك منلاحظ إنه معظم رجال السياسة بأمريكا تحديداً بيستخدموا البلاك بيري. البيت الأبيض قرر يفتح طريقة جديدة للتواصل مع الرئيس الأمريكي وهي الفيسبوك بوت، وهي تكنولوجيا تستخدم على صفحات المشاهير للردود الأوتوماتيكية. هذا النظام رح يختار 10 رسائل يومياً لرئيس أوباما ليقرأها، وإنت وحظك. عملاق مواقع التواصل الاجتماعي مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وصاحب موقع إنستغرام أرسل أكثر من 20 مراسل حوالين العالم، مهمتهم تغطية الألعاب الأولمبية عن طريق الفيسبوك لايف والإنستغرام. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فقرة حكيتك لليوم. المزيد من الأخبار التقنية رح تتابعوها معنا الأسبوع المقبل. مع السلامة.